ولمناقشة ملف القطاع الطبي المتردي في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد نقيب فريق التمريض التطوعي في العراق الأستاذ فراس الموسوي. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا، تحية لك ولمشاهدي الكرام. حياكم الله سيد فراس. فراس الموسوي نقيب التمريض العراقي. نعم حياكم الله. بحسب نواب في البرلمان فإن الواقع الصحي متردي والمشاريع الصحية متلكئة، وكل هذا يزيد من معاناة المواطنين كما تعرفون. إلى أي مدى ترى صحة هذه الأخبار أو هذه المعلومات؟ نعم، بطبيعة الحال الواقع الصحي حال الأمور الفنية والإدارية المتردية بالعراق بسبب عدة، هناك عدة أسباب لتردي الوضع الصحي، منها البنى التحتية للواقع الصحي، ومنها الواقع الإداري، ومنها ما يمر به الشعب الوطن العربي بصورة عامة والعراق بصورة خاصة، على اعتبار مر بأزمات وحروب وكوارث وآخرها كان جائحة كورونا، فبالتالي هذه الأمور هي من زادت الطين بلة للواقع الصحي بالعراق، على اعتبار المؤسسات الصحية هي مؤسسات قديمة ومرت عليها عشرات السنين، فبالتالي هذه المؤسسات تعاني من البنى التحتية التي لا تستطيع أن تتلاعب مع حجم الطاقة البشرية في العراق. هناك زيادة سكانية ملحوظة وكبيرة موجودة على أرض الواقع، فبالتالي هذه المؤسسات لا تتلائم، وطبيعة العمل واليوم إحنا ما ردنا نقيس على دول المنطقة أو دول العالم، فبالعراق اليوم من الناحية الصرف المالي على المواطن بصراحة من الناحية الفعلية الإحصائية نحن نتقدم فقط على دولة جيبوتي من ناحية الصرف الفعلي للدواء والعلاج وإمكانية الصرف على المواطن العراقي، بالتالي هذا مؤشر أيضا خطير، بالإضافة على أنه العراق يمتلك من الموارد المالية والاقتصادية ما يؤهل أن نصرف بصورة مرتاحة، وبالتالي هناك تردي واقع ملحوظ. هذه واحدة من المشكلات، مشكلة الصرف يعني واحدة من المشكلات. ماذا عن المشكلات الأخرى التي تعتري القطاع الصحي حتى وصل إلى هذا الحال المتردي، والذي بات يعني هو بات عبارة عن شكوى على ألسنة المواطنين بصفة عامة؟ بصراحة احنا لا نميل لكثرة المشاكل وطرحها بقدر ما نريد أن نطرح الحلول أيضا. احنا اليوم اذا اردنا نقيس على مستوى الواقع الخدمي الصحي هل يتلائم مع امكانية العراق المادية اتجاه المواطن العراقي؟ خطا لا، فبالتالي هناك حلول بديلة وهناك امور ايجابية ممكن ان تنهض بالواقع الصحي العراق. احنا اليوم اذا نبقى ننظر فقط للمشاكل والسلبيات ولا نطرح الحلول هذا غير معقول بصراحة، ولا سياسة لعمل دولة، وبالتالي اليوم يجب على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار ما تطرحه النقابات وما تطرحه الاتحادات من حلول واقعية، على اعتبار اليوم نقابة التمريض ونقابة وبقية النقابات هي مراكز استشارية مجانية، وبالتالي هم بيت الخبرة، وبالتالي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طروحات هذه النقابات، سيما أن نقابة التمريض اليوم كانت لها أكثر من اجتماع وأكثر من رأي وأكثر من طرح، سواء تم تأييده من قبل الجهات المختصة لكنه على أرض الواقع لا يمكن تطبيقه. نعم هناك قوانين يجب أن تغير، هناك قوانين يجب أن تعدل، هناك تشريعات يجب أن تمر بفلترة معينة تتلائم والسياسة العلمية المتطورة في العالم. النظام الصحي بالعراق يحتاج له إلى أن تبني نظام ملائم للحياة وبنى استراتيجية صحيحة قادم الأيام مع النظام الحالي، حتى احنا هذا النظام اليوم برؤيتنا هو النظام اذا ما بقى على هذا اللولبه وهذا الشكل اعتقد الانهيار يكون تام. لكن واضح انه الازمه تختزل نعم الازمه تختزل من الحكومه في الطواقم الطبيه، ولذلك تم معاقبه بعض الاطباء ونقلهم الى اطراف بغداد، وهي ليست كذلك كما تتفضل الان. احنا خلينا اليوم نحكي بواقعيه، وزارة الصحة وزارة تمتلك الكثير من الطاقات والخبرات والإمكانيات والشهادات، بقيت هذه الإمكانيات يجب أن تسخر بالشكل الصحيح
وجب ان تراقب بالشكل الصحيح ايضا. احنا اليوم مو فقط بموضوع الدفاع ولا بموضوع الهجوم، بقدر ما احنا نريد نرسم سياسه استراتيجيه صحيحه يبنى بها البيت الصحي، وبالتالي يكون شكل الايجابي واقع على المواطن العراقي. المواطن العراقي يريد خدمه صحيحه تتجلى باسمى روح الانسانيه وباسمى انواع الخدمه، فبالتالي نحتاج الى شكل حقيقي وهيكله ونظام ومراقبه حقيقيه. يوم امس كان لنا لقاء واجتماع رسمي في مجلس النواب لطرح بعض المشاريع القانونيه. كان راينا كنقابه التمريض احنا لا نحتاج الى فقط اقراء قوانين بقدر ما نحتاج الى متابعه وتنفيذ القوانين. احنا اليوم قوانين موجوده والهيكليه موجوده والنظام موجود، لكن بعض الاحيان التطبيق غائب والقانون نفسه مغيب بسبب اما اغفال الحكومه لهذه القوانين او عدم اعطاء اهميه لهذه القوانين. اليوم وزاره الصحه لعله تكون من افقر الوزارات من الناحيه الماديه او من الناحيه الحسابيه ضمن الموازنه، في حين بعض الدول العالم تصل حسب يعني ما سمعنا تصل الى 60 او 50% من اصل روح الموازنه. نعم. فبالتالي اليوم اذا وزاره الصحه لا تمتلك الموازنه التي تؤهل لتقديم الخدمات، فبالتالي اين الحكومه من اعطاء فرصه لخدمه المواطن؟ وزاره الصحه وزاره خدميه بتماس مباشر مع حياه المواطن. اليوم المواطن العراقي عندما يسخر او يتذمر من الخدمه من حقه، لانه لا توجد هنالك امكانيه فعليه في وزاره الصحه لتقديم خدمات طبيه او تمريضيه او صحيه. اشكرك للمواطن العراقي. اشكرك من بغداد السيد فراس الموسوي. نعم شكرا جزيلا لك. شكرا.